إذن كيف هو إقبال الشباب السعودي على مهنة الطهي، وما هي أسس الطباخ الماهر أو الشيف الماهر؟ تفاصيل كثيرة رح نتحدث عنها. معنا الطاهية ود صالح والشيف ركان العريفي، نرحب فيهم معنا في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك يا ود. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك مشاهدين الكرام. لو بدأت الحديث معك، يعني ود ومهنة الطبخ اللي ما شاء الله في الآونة الأخيرة صار فيه عليها إقبال كبير من الشباب السعودي يعني وأيضا الشابات، إيش السبب برأيك الاتجاه لهذا المنحة؟ هو من زمان كان موجود، ولكن لو تكلمنا على الشباب كان يمنعهم كان يمنعهم العيب، فهم تجاوزوا الحين هذه المرحلة من العيب على أساس أنهم يكونون طاهين. أما بالنسبة للبنات ما كان عندنا فرصة هنا في السعودية أن نمارس مهنة الطهي في الفنادق. الحين الحمد لله صار في فرصة للطهي، فصار في توسع أكثر. أيضا الفود تراك دخل عربات الطعام، صارت منتشرة ما شاء الله تبارك الله، خاصة في 2017 يعني في تنافس كبير. برأيك لو سألتك راكان، يعني قبل ما أتحدث عن بداياتك وحنعرج على هذا الموضوع، لكن إقبال الشباب على هذه المهنة، مهنة الطعام وانتشارها، كيف تراها؟ بالنسبة لإقبال الشباب، أنا أشوف أن المهنة تعتبر عصرية نوعا ما، من المهنة العصرية. ففي شباب كثير متوجهين للمهنة هذه لأن فيها نوع من الترفيه، وغير كذا العمل ممتاز فيها. وأتوقع في المستقبل لها مجالات واسعة كثيرة. فأنا أشوف هذا سبب يعني توجه الشباب حاليا. جميل. راكان، كيف بدأت؟ كيف كانت بداياتك مع مهنة الطهي؟ هل أنت أصلا متذوق للطعام؟ هل أنت بتحب يعني بتشوف الشيفية بتتابعهم، ولا كيف دخلت؟ أنا بداياتي طبعا كانت بالصدفة. أنا أحب العادة المطاعم والذوق الأكل وكذا. فبعد ما تخرجت من الجامعة فتحت أول مطعم لي واشتغلت فيه لفترة قصيرة، ومن وقتها يعني قررت أني أبغى أصير محترف في المهنة هذه. حلو. ورحت لأمريكا، سافرت لأمريكا وأخذت يعني أكثر من كورس، قلت أدرس هناك في أمريكا. كورسات بإيش؟ مختصة بإيش؟ كورسات مختصة بالأكل الياباني. ممتاز. بالتحديد الأكل الآسيوي. وبعد ما خلصت يعني دراستي في أمريكا رجعت إلى الرياض واشتغلت في عدة أسماء من الأسماء الكبيرة، مطاعم والفنادق. ممتاز. والحمد لله بديت مشواري من النقطة هذه. جميل جدا. ود يعني لو رجعت لك وقلت لك أنت كمان الطهي، يعني أنت بديتي فيه من المنزل وطورتي فيه، ولا كيف كانت؟ إيه طبعا، يعني كأي بنت سعودية ما كان عندنا فرصة للطهي في الفنادق العالمية. أكيد بدينا من بيوتنا، والحمد لله صار يعني الفرصة مفتوحة لأي سيدة سعودية. أهم شيء عندها الشغف. خلاص دام أنت عندك شغف، مثلا أنا شهادتي الجامعية إدارة أعمال دولي. حلو. ولكن شغفي قادني أني أكون شيف في فندق 5 نجوم. بتحبي الأكل، بتحبي إعداد الأطباق. طبعاً هذا بالنسبة لي هوس. إيه؟ يعني أجل أنت يعني بين صديقاتك وأهلك وهذا أنت الشيف. إيه أكيد. يعتمدون عليك في كل شيء. أكيد. إيه؟ في دعم؟ أحد قدم لك دعم من حولك من أهلك؟ أي أحد من أهلي قدم لي الدعم. أمي، أخواني، أخواتي، ولكن أهم إنسان أذكره أكيد زوجي، لأن عارفة ظروف عملنا أحيانا يتطلب يعني تنازلات عن أشياء كثيرة. فالحمد لله هو أكيد يتابعني الحين، إنه أكيد موجه له تحية. أكيد هو كان داعم لك، لأنه الرجل له دور كبير، سواء كان طبعاً الأب، سواء كان الزوج، سواء كان الأخ، هو بيكون سند للمرأة في تقدمها ونجاحها. لو انتقلت لك راكان، يعني قلت إنك ما شاء الله أخذت العديد من الكورسات وكذا، وقاعد تشوف مثل ما قلت الآونة الأخيرة فيها تنافس ما شاء الله، خلينا نقول شرس وجميل رائع هذا التنافس. حول العربات المتنقلة بتلاقي هنا عربات، وفي فتيات أيضا أبدعوا فيها هذا المجال، مجال العربات. برأيك ليش العائلات صار في إقبال كثير على العربات المتنقلة؟ هل هو ترفيه، وهل ولا هو مثلا لأنه الناس تبغى شوي تبعد عن الجنك فود وتقرب أكثر من حكاية الطهي الفريش أكثر؟ برأيك ليش؟ والله برأيي الشخصي أنا أشوف أن نوع من الترفيه الغير تقليدي أو الغير مألوف، فالناس قاعدة تطلع الشيء المألوف. فالناس يعني أكثر العوائل متوجهة للشيء هذا في نهاية الأسبوع، لأن يحبين يذوقوا أشياء جديدة ويشوفوا الطبخ قدامهم حي، غير على المطاعم. المطبخ منفصل،
فهنا معاه فرصة أن يتكلم مع الشيف اللي قدامه اللي يطبخ. صحيح. غير أنه دعم للشباب السعودي. طبعاً أكيد هذه نقطة مهمة جداً يعني. صحيح بيكون فيها دعم للشباب أكيد. السعودي خاصة مع السناب شات الحين بتلاقي على طول بيصوروا بيدعموا وشوفوا هذا واقف هنا في طريق كذا بالضبط. في صح. تجمع في كذا بتلاقي فعلاً بيدعموا يعني مجرد أنك أنت تروحي عند فود تراك فتاة أو شاب في دعم أكيد. لهم. لكن هل في أسس معينة للطاهي لو سألتك شيف ركان؟ أسس معينة للطاهي ولا لعربة الطعام؟ لا للطاهي. للطاهي اللي بيشتغل في عربة الطعام. عربة الطعام أو الطاهي يعني خلنا نقول. الطاهي بشكل عام لازم يكون عنده يعني شغف المهنة عشان يبدع فيها. جميل. لأن المهنة ما هي سهلة، المهنة بدايتها صعبة، ساعات العمل طويلة وبالعادة وقتها يعارض وقت اللي الشخص يقعد فيه مع العائلة يقعد إلى أوقات متأخرة في الليل فالشغف هو اللي راح ينسي التعب هذا كله يعني. حلو جميل جدا. ولو سألتك ود يعني أي شيف يعني فتاة أو شاب حابين يوصلوا للعالمية، هل في أسس معينة نقدر نقول أنه هذه حتأهله أنه يوصل للعالمية؟ أكيد. شوفي يعني بطبيعة الحال أي شيف أو ما يكون اسمه شيف إلا لما نكون ملم بأشياء كثيرة. أهم حاجة صحة وسلامة الغذاء والنظافة. حلو. هذه أهم حاجة. طبعا اللغة لأنك أنت حتتعاملين مع جنسيات وثقافات مختلفة. صحيح. طبعا كيف يستخدم أدوات الطبخ، أسلوب استخدامها، تكنيك الطبخ، أشياء كثيرة لازم يكون ملم فيها عشان يكون شيف. عشان يكون شيف يعني فعلا ويصل للعالميه ويحقق هذا النجاح. يمكن ومهم ايضا تذوق الطعام. طبعا اكيد يعني هذه نمبر 1 يكون أكيد. متذوق اكيد لهذا الطعام شك. اكيد ما فيها شك يعني. تخصصت انت في مجال معين ركان؟ انا في البدايه تخصصت بالاكل الاسيوي بالتحديد الاكل الياباني لانه من اصعب المطابخ في العالم، فيها تقنيات كثيره، فحبيت ابدا بالصعب عشان السهل يكون علي يعني مشوار سهل. جميل. انت قدمت منيو لعربات متنقله صحيح؟ صحيح. انا اسست اكثر من عربه متنقله في الرياض. اي كيف المنيو اللي قدمته؟ يعني اسست اشياء متخصصه بالاكل الياباني زي السوشي وكذا، وبشكل عام الاكلات السريعه زي يعني البرجر. طبعا في بعض العربات اسست المنيو وسويت يعني للشباب يعني تدريب كامل، وبعضها بتدريب بس يعني. جميل جدا. وما زلت تقدم يعني ما زلت ولا بس تأسيس؟ لا أنا ما زلت الحين، أنا ما أشتغل في عربات، أنا أسس وأسوي بتدريب وأوقف معهم بالافتتاح. ممتاز. أتأكد أنه في المسار الصحيح وأخليه يكمل الحالة. خلاص ما شاء الله هذا دعم بحد ذاته. يعطيك العافية ركان. يعني في كلمة أخيرة حاب أضي فيها في هذا اللقاء ود؟ أكيد أكيد أنا أشجع أي بنت سعودية أنها تقدم على الأوتيلات، لأن لازم البنت السعودية تترك بصمة في هذا المجال. أكيد إن شاء الله نتمنى لك كل توفيق. أكيد. شكرا. يعطيك العافية صالح. شكرا لوجودك معنا. وركان العريفي نشكركم ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يعطيك العافية. شكرا لكم مشاهدينا. من هذا الموضوع ننتقل معكم لعالم تصميم الأزياء، هذا العالم الواسع والمتجدد تلمع فيه أسماء جديدة لها ذوقها الخاص. اليوم أكيد رح نستضيف ضيفة في هذا المجال، مجال الموضة والأزياء، لكن خلونا نتابع هذا التقرير اللي حيتحدث عن الأقمشة النسائية وبعدها نرجع لضيفتنا في الاستوديو.